مقود منظور ولا اي حاجه. لا صباح والله الخير، عاملين ايه يا ولاد؟ النهارده هناخد نشيد نور القمر للشاعر دكتور معاطي نصر. النشيد اسمه نور القمر للشاعر دكتور معاطي نصر. الشاعر معاطي نصر. طيب ممكن نقرأ النشيد وبعد كده نشرحه ونطلع مع بعض اللغويات. أحببت نورك يا قمر فوق الربا تحت الشجر، في روضة أو شاطئ، في نزهة أو في سفر، بدر تلألأ كالدرر وسط الدجى يهدي البشر، في النهر يرسم لوحة يهدي لنا أحلى الصور، كم سرنا طول النظر، كم سرنا ضوء القمر. ممكن نقرأه تاني مع بعض. أحببت نورك يا قمر فوق الربا تحت الشجر، في روضة أو شاطئ، في نزهة أو في سفر، بدر تلألأ كالدرر وسط الدجى يهدي البشر، في النهر يرسم لوحة يهدي لنا أحلى الصور، كم سرنا طول النظر، كم سرنا ضوء القمر. طيب ممكن نقرأ أول 3 أبيات مع بعض نشرحهم ونكمل باقي النشيد تاني مع بعض. طيب نقول أول 3 أبيات مع بعض. أحببت نورك يا قمر فوق الربا تحت الشجر، في روضة أو شاطئ، في نزهة أو في سفر، بدر تلألأ كالدرر وسط الدجى يهدي البشر. طب هنا يا ولاد الشاعر في النشيد ده اتخيل ان القمر انسان، انسان زيه قاعد معاه وبيكلمه وبيعبر له عن حبه وبيقول له انا ليه بحبك وليه انت عندي عظيم قوي، فبيقول له انا احببت نورك علشان نورك ده ملا الكون كله، والكون كله بيتغنى بنورك، والشعراء كلهم وكل الناس في الكون بيتغنوا بنور القمر وعارفين فضلك علينا ان نورك مالي المكان كله. فبيقول له انا احببت نورك يا قمر فوق الربا، فوق الربا في الاماكن المرتفعه، نورك بيوصل للاماكن المرتفعه، تحت الشجر، في الحدائق وفي الشواطئ، كمان لو احنا خرجنا في نزهه في اي مكان للترويح عن نفسنا، او في السفر بيهدينا في السفر. طيب بيهدينا ليه في السفر يا ولاد؟ ليه كلمة السفر؟ إن إحنا عندنا عارفين إن في الصحراء، أو مثلا لو في ناس مسافرين في البحر أو في المحيط أو أي في أي مكان، سواء في الصحراء أو في البحر، فهم بيبقوا معاهم بوصلة وبيبقوا ماشيين على ضوء القمر. إحنا عارفين في الصحراء أكيد مفيش أعمدة نور ولا مكان للإضاءة، وفي في البحر نفس الموضوع مفيش أماكن مكان للإضاءة، فهم في الصحراء وفي البحور او المحيطات او المكان اللي هي المياه عامه موجوده فيها هما بيسافروا فيها، فهم بيبقوا ماشيين على نور القمر، وبيبقوا سبحان الله عندهم نوع من علم الفلك، هما بيبقوا عارفين ازاي بيمشوا البوصله عليه وبيبقوا حافظينه. فعلشان كده بيقول انا احببت نورك في السفر، لان احنا عارفين انه بيبقى ليه فضل كمان، والناس عارفين في السفر ازاي بيمشوا عليه. بيقول تاني أحببت نورك يا قمر فوق الربا، يعني فوق الأماكن المرتفعة وتحت الأشجار، في الحدائق وفي الشواطئ، في النزهة وفي السفر. وخلاص عرفنا ليه قال كلمة السفر. طب بعد كده بيتحدث عن فضل القمر وبيقول له إيه؟ أنت بدر بتلمع، بتلمع كالدرر. الدرر يعني إيه؟ يعني اللؤلؤة الكبيرة. اللؤلؤة دي يا أولاد عارفينها اللي هي زي فص كده أو حجر لونه أبيض بيلمع، والحجر ده بيبقى سبحان الله لونه ابيض وثمنه غالي ونوره بيبقى قوي شويه. فبيقول له بدر تلألأ كالدرر وسط الدجى يهدي البشر، بيقول له انت بريقك زي اللآلئ الكبيره اللامعه، اللؤلؤه الكبيره اللامعه. يبقى هقول تاني ال3 ابيات دول وكمل باقي النشيد. أحببت نورك يا قمر فوق الربا تحت الشجر، في روضة أو شاطئ، في نزهة أو في سفر، بدر تلألأ كالدرر وسط الدجى يهدي البشر. بيقول له أنا أحببتك لأن نورك ملا الكون كله، فوق الأماكن المرتفعة وتحت الأشجار وفي الحدائق وفي الشواطئ، في النزهة وفي السفر. طب فضلك إيه؟ ليه فضلك على القمر؟ نقول بقى ال3 أبيات دول ونربطهم ببعض تاني. بدر تلألأ كالدرر وسط الدجى يهدي البشر، في النهر يرسم لوحة يهدي لنا أحلى الصور، كم سرنا طول النظر، كم سرنا ضوء القمر. ال3 أبيات دول يا ولاد بيتكلم فيهم عن فضل القمر على البشر. أول حاجة قال له أنت بدر
تلألأ كالدولاب. قال له انت عامل زي اللؤلؤة الكبيرة اللامعة وسط الدجى. الدجى بقى معناها ايه؟ الدجى يعني معناها سواد الليل. الدجى اللي هي سواد الليل، يعني الليل لما يكون اسود خالص ومثلا نجيب اي حاجة بتلمع فيه. هو بالظبط شبه القمر كده، ان هو مكان ضلمة خالص وهو نور فيه. فبيقول له نورك ده بيهدي البشر. بيهدينا ازاي؟ لو انا مثلا سفينة ماشية في البحر والدنيا ضلمة، انا في البحر ما عنديش اي وسيلة للاضاءة غير الناس ماشية في البحر على نور القمر، فهو بيهديني للمكان الطريق الصحيح اللي انا ماشي فيه. نفس الحكاية برضو في الصحراء، ما فيش اي اعمدة او اي وسيلة للاضاءة، فهم ماشيين على نور القمر، فهو ده معناه ان هو يهدي البشر. في النهر يرسم لوحة. كمان قال له ايه؟ انت ليك فضل ان انت بتهدي للناس هدية حلوة جدا وجميلة جدا. الهدية دي فيها ايه؟ الهدية ان انت لما بتكون مكتمل، انت بتبقى ليك صورة القمر على صفحة الماء في النهر. يعني صورة القمر بتنعكس يا ولاد، صورة القمر لما المية بتكون صافية والقمر بيكون مكتمل، فالإضاءة بتعكس شكل القمر في النهر. فبيقول له ان انت بتدينا لوحة فنية، انت بتعطينا اجمل الصور واحلى الصور، ان احنا بنشوف صورتك في المية. فعشان كده بيقول له في النهر يرسم لوحة يهدي لنا احلى الصور. يعني في النهر لما بتكون مكتمل انت بتدينا، بتهدي لنا صورة رائعة جدا، لوحة جميلة جدا. الصورة دي او اللوحة دي هي ايه؟ ان احنا بنشوفك على سطح، على صفحة الماء. كم سرنا طول النظر، كم سرنا ضوء القمر. يعني بيقول له احنا اسعدنا كتير جدا المشهد الجميل ده، ان احنا بنبص لك كتير، اسعدنا طول النظر اليك واسعدنا ضوء القمر الرائع. يبقى هنقول نقرا النشيد بسرعه كده يا اولاد مع بعض، ونقوله بسرعه، بعد كده نقول اللغويات. احببت نورك يا قمر فوق الربا تحت الشجر، في روضه او شاطئ، في نزهه او في سفر، بدر تلألأ كالدرر وسط الدجى يهدي البشر. في النهر يرسم لوحة يهدي لنا أحلى الصور. كم سرنا طول النظر، كم سرنا ضوء القمر. هقول بسرعة. يبقى الشاعر تخيل إن القمر إنسان، فبيناديه بيعبر له عن حبه، بيقول له أنا بحبك لأن أنا بستمتع بنورك فوق الربا، في كل الأماكن المرتفعة وتحت الأشجار وفي روضة، في الحدائق أو الشواطئ. طيب إحنا ممكن نقول هنا سؤال، أين يرى الشاعر ضوء القمر؟ بيشوفه فين؟ الشاعر هنا يا ولاد قال فين؟ قال له أنا بشوف ضوء القمر فوق الربا، فوق الأماكن المرتفعة، تحت الأشجار، في الحدائق والشواطئ، في النزهة أو في السفر. يبقى السؤال ده إجابته فوق إيه؟ أين يرى الشاعر ضوء القمر؟ فوق الربا، تحت الشجر، في روضة أو شاطئ، في نزهة أو في سفر. برافو. طيب كمان قال له فضلك ايه على البشر؟ فضلك ان انت بدر. شبهه يا ولاد باللؤلؤة الكبيرة، قال له انت بتلمع، نورك يلمع كاللؤلؤة الكبيرة. وشبهه كمان بالانسان اللي بيهدي الناس في الظلمات. وشبهه كمان قال له انت في النهر يرسم لوحة، قال له انت فنان هترسم لنا لوحة وتديها لنا هدية. طيب ايه اللي سر الشاعر؟ ايه هو اللي بيسرنا؟ ايه هو اللي بيسعدنا؟ اللي بيسعدنا المشهد الجميل لصورة القمر، ضوء القمر الجميل اللي احنا بنشوفه الرائع، هو ده اللي بيسبب لنا الإسعاد. طيب نيجي مع بعض نشوف اللغويات. بس قبل ما نشوف اللغويات يا ولاد، احنا في كلمتين في النشيد مكتوبين هما بالظبط، بس في فرق. الفرق هو ايه؟ ان في عندي يهدي ويهدي. يهدي البشر، يهدي دي يا ولاد جاية من الهداية، يعني أنا بعرفه الطريق الصحيح، أنا برشده للطريق الصحيح. لما يكون عندي مثلا في طريق أنا مش عارفه، مثلا أنا تايه في الشارع مش عارف أمشي منين، رايح مكان جديد أنا مش عارفه، هوقف واحد أو أسأل أي حد يكون هو أدرى بالطريق، هسأله فهو هيعرفني الطريق. كلمة يعرفني دي معناها أهداني، يهديني الطريق، هداني للطريق الصحيح. علشان كده انا قلت يهدي البشر يعني من الهدايه، اي اضاء له الطريق، يعني يعرفه الطريق الصحيح.
يهدي أحلى الصور، يهدي أحلى الصور، يهدي معناها أصلا إحنا خدناها قبل كده يعني يعطي، يهدي أخدناها قبل كده إن هي يعطي، يهدي أحلى الصور جاية، يهدي جاية من الإهداء يعني قدم لنا هدية عظيمة. يبقى هنقول تاني يهدي البشر، يهدي جاية من الهداية أي أضاء له الطريق يعني عرفه الطريق. يهدي أحلى الصور، يهدي أخدناها قبل كده اللي هي يعطي، ويهدي جاية من الإهداء يعني يقدم هدية. طيب هنقول المعاني تاني مع بعض. الربا، احنا أخدنا كلمة الربا، الربا احنا قلنا يعني فوق الربا، يعني الربا يعني الأماكن المرتفعة، الربا يعني الأماكن المرتفعة. روضة، روضة يعني حديقة. تلألأ، لمع. نعيدهم تاني التلاتة ونكمل. الربا الأماكن المرتفعة، روضة حديقة، تلألأ. برافو، أنا سمع حد بيقوله تلألأ، لمعة. الدرر، الدرر يعني إيه الدرر؟ يعني اللآلئ الكبيرة، يعني اللؤلؤة الكبيرة. خلاص قلنا يعني إيه اللؤلؤة الكبيرة. يبقى الربا الأماكن المرتفعة، روضة حديقة، تلألأ، لمعة. الدرر اللآلئ الكبيرة. الدجى يعني ظلمة الليل. يعني ايه ظلمة الليل؟ يعني لما الليل يكون حدمة خالص خالص يا اولاد، مش طبعا مش قبل المغرب او بعد المغرب، لا، لان بعد المغرب بيكون لسه الدنيا فيها غروب شوية. يبقى الدجى يعني ظلمة الليل، لما بتكون الليل قبل الفجر ممكن كده نقول بساعة. يبقى الربا يعني الاماكن المرتفعة، روضة حديقة، تلألأ، لمع. الدرر اللآلئ الكبيرة. الدجى يعني ظلمة الليل. يهدي، يهدي احنا قلنا يهدي يعني ايه؟ يعني يرشد. يهدي قلنا يهدي يعني ايه؟ يعني يعطي. احلى معناها اجمل. كم سرنا يعني كثيرا ما اسعدنا. كم سرنا يعني معناها كثيرا ما اسعدنا. نزهة يعني معناها الخروج للترويح عن النفس. يعني ايه نزهة؟ يعني انا خرجت علشان انا نفسي اغير جو، عايز اخرج اتمشى شوية، هو ده الترويح عن النفس. طيب نشوف بقى الكلمة وجمعها ومفردها. نور جمعها انوار، قمر اقمار. روضة لها جمعين يا ولاد، رياض ورود. يبقى روضة لها جمعين، رياض ورود. شاطئ جمعها ايه؟ شواطئ. نزهة، نزهات ونزه. بدر جمعها بدور، ضوء أضواء. النظر الأنظار. نراجع عليهم بسرعة. نور أنوار، جمع قمر أقمار، جمع روضة رياض أو رود. شاطئ جمعها شواطئ. نزهة جمعها نزهات ونزه. بدر بدور، ضوء جمعها أضواء، النظر الأنظار. طيب ممكن نشوف المفرد كمان مع بعض. مفرد الربا، الربا دي يعني أماكن كتيرة. مفردها الربوة، يبقى الربا مفردها الربوة. الصور طبعا كلنا عارفين الصور، الصورة. الشجر مفردها الشجرة. الدرر مفردها الدرة. طيب طيب نقول تاني، مفرد الربوة الربا مفردها الربوة. الصور الصورة. الشجر الشجرة. الدرر الدرة. طيب جمع صفر، صفر دي يا ولاد جمعها ايه؟ أصفار. يبقى صفر جمعها أصفار. طيب ممكن مع بعض كده نشوف المضاد. عكس أحببت كرهت، عكس نورك ظلامك. الربا احنا قلنا الربا الأماكن المرتفعة، يبقى عكسها المنخفضات. الدجى احنا قلنا الدجى يعني ظلمة الليل، عكسها الصبح أو الضحى. يهدي احنا قلنا معناها يرشد، يبقى عكسها يضلل. يهدي معناها يرشد، عكسها يضلل. يهدي معناها يعطي، يبقى عكسها يأخذ. احلى عكسها اقبح. سرنا عكسها احزننا. ضوء ظلام. طول قصر. طب ممكن نقول مع بعض مع مواطن الجمال. يا قمر، يا قمر. هو القمر ده يا ولاد انسان قدامي انا هندهله هيرد عليا؟ لا. يبقى هو شبه القمر هنا بانسان فناداه. يبقى يا قمر، شبه القمر بانسان فناداه. طب فوق وتحت، احنا قلنا ان فوق عكسها تحت، وفي مواطن الجمال
بقول على المضاد ايه؟ بقول عليه تضاد يقوي المعنى ويوضحه. طيب كمان في تلألأ والدجى بينهما تضاد يقوي المعنى ويوضحه. بدر تلألأ كالدرر، شبه البدر بالايه؟ شبه البدر باللآلئ الكبيرة اللامعة. يبقى هنا الشاعر شبه البدر باللؤلؤة الكبيرة اللامعة. وسط الدجى يهدي البشر، شبه البدر بإنسان يرشد الناس. هو يا ولاد احنا قلنا خلاص يهدي يعني يرشد، هو القمر هيمسك الناس ويقول لهم ويعرفهم تعالوا نوريكم الطريق الصحيح؟ لا، يبقى هو هنا شبه البدر بإنسان بيرشد الناس. في النهر يرسم لوحة، هو القمر هينزل من السماء ويمسك فرشة ويرسم على النهر؟ لا طبعا. يبقى هو هنا عمل ايه؟ خلاص احنا فهمنا، يبقى شبه القمر بإنسان يرسم لوحة. يهدي لنا أحلى الصور، القمر هيدينا هينزل لنا ويعطينا ويهدينا هدية؟ لا، يبقى خلاص احنا فهمنا كده، يبقى شبه القمر بإنسان يعطي لنا هدية جميلة. طيب آخر حاجة نقول مع بعض الأسئلة ونشوفكم فهمتوا الدرس ولا لا. ماذا أحب الشاعر؟ هو الشاعر كان بيحب مين وبيتكلم عن مين في النص؟ طبعا كلنا هنقول أحب الشاعر نور القمر. طيب كيف يتلألأ نور القمر؟ إزاي بيلمع؟ بيتلألأ كالدرر. يبقى كيف يتلألأ نور القمر؟ يتلألأ كالدرر. ما الذي سرنا؟ هو إيه اللي سرنا؟ الذي سرنا نور القمر والنظر إليه. شكرا، وعايزكم تذاكروا الدرس كويس علشان الحصة الجاية إن شاء الله نحل مع بعض الأسئلة. سيفا.